إلى سنة الشهر صف الثالث الابتدائي يحتفل شعب المملكة والمقيمون على أرضها اليوم بمناسبة مرور 7 أعوام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وقاضي الحكم، حيث بيع ملكا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436 للهجرة بعد أن قضى أكثر من 2.5 عام، وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء إثره تعين في 18 يونيو 2012 ميلادي بأمر ملكي، كما بقي حينها في منصب وزاري للدفاع، وهو المنصب الذي عين فيه في 5 نوفمبر 2011 ميلادي. وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض أكثر من 50 عاما، وبقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتدة للخير والعطاء في مجالات الحياة كافة. وشهدت المملكة منذ مبايع للمزيد من الإنجازات على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحة والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات تتميز بالشمولية والتكامل في بناء الوطن، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم.